أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نتجول مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة، لا يقتصر هذا البرنامج على المحلية فقط، ولكن سنتجول على المستوى الخليجي الأسيوي العالمي. نتمنى إن شاء الله نوفق من خلال هذا الحلقات أنا وطاقم العمل بإذن الله تعالى. بعد الفاصل لنعوده. نود حبتنا من جديد في الكرة أهداف بشار عبد الله، أحد النجوم المميزين الجيل اللي برز، وهذا أعطاه فرصة ميلان ما شاء الله تصوره في دورة كأس الخليج التي كانت في سلطنة عمان عام 1996، والجميع كان لا يتوقع مشاركة بشار. 17 سنة وتلعب المباراة النهائية أمام قطر، صعبة الأمور كانت في ذاك الوقت. لذلك تألق بشار عبد الله، مجهود السخي، اخلاقيات لاعب، التعامل بحسن التعامل داخل وخارج الملعب، برز بشكل واضح. بدأ في السالمية ثم انتقل الى نادي الكويت، وايضا احترف في نادي الهلال السعودي، وحقق ايضا نجاح كبير في تلك المرحلة. دعونا نتوقف امام اهداف الكابتن بشار عبد الله ثم نعود معكم من جديد. بشار يحاول يتقدم ويعدي بشار، يعدي بشار ويلعب له كره مع خالد الدور الى بشار، بشار الجول يا ولد. اقول الولدين وغزل فين يا بشار. طول ما توصل الى سومي رقم 10 قطعها وائل سليمان، وبشار من فريد وطلع الحارس طالع برا، وبشار برافو. شوف الثاني، شوف الثاني، جول جول يا بشار. طير 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 طير، هي تستاهل الطيب الفرحه. برافو يا بشار، برافو. يتابع الكره مع المدافع، راح تشوفنا بعد شوي، ويتابعها ويعدي حارس المرمى، وعلى طول بالمرمى الفالو اللي توه نازل جاسم هويدي، على طول لبشار. بشار يتقدم بالكره، يتقدم، جول جول. طير 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 يا بشار. الله 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 الله. مره ثانيه والله خلينا نشوفها. هذا هو جاسم الثنائي. اتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق. وملعوبه الى جاسم الهويدي، وتعدي حارس بشار، الجول فاضي، جول جول. حلوه يا جاسم، حلوه يا جاسم. خايف الحارس انك تلمسها انت وتركتها لبشار، او الكره على طول متجهه لبشار. وبالفعل في منتهى الذكاء من بشار، لانه لو نصابر ويلعبها الى ريله ما تكون اسرع من الكره اللي هاي يلعبها. شوف 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 شوف، على طول حاول يتقدم ويلعبها براسه على اساس تكون. محمد مرزوق، محمد مرزوق يتقدم، يعكس له كره، وملعوبه بالجول، جول بشار. يعكس له كره عرضيه حلوه الى بشار عبد الله، يلعب له ويسجل له. قلت لك اي فريق يحاول يسجل هدف مبكر في الشوط الثاني وجنة ناحيه الشمال، يلعبها لعادل يوسف، يلعبها له، توصل لبشار، بشار هو الجول، بشار هو الجول. شدت المباراه، جول 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 جول. وضع المباراة يقول إن شدت المباراة، وفيه هدف لصالح أيضا السلمية، هدف وجول حلو من بشار. معه جبريل، جبريل هو الجول، توصل لعادل يوسف، خطرة بشار، جول. خطرة وجول، والسلمية يسجل من ضربة، من كرة أيضا عكسية بشار اللي غير فيه أيضا مدرب الفريق. كرة السلمية الهدف الثاني، قلت لك إذا يقدر يسجل من كرة عكسية سريعة، أربع لاعبين ضد ثلاثة. أكثر من كرة، أبعد أكثر من كرة، وهذه الركنية، وهذه إبعاد، وهذه الرئيسية، ولكن فول. الله جول، الله جول، يا الجول يا الجول. السلمية تعادل عن طريق الخبرة، الخبرة هو بشار عبد الله، عبد الله، بشار عبد الله. حطها حط، حطها حط. نود حبتنا من جديد في الكرة أهداف. أيضا تحكينا عن بشار عبد الله، نتذكر جاسم الهويدي وهو زميل له، لعب معاه في المنتخب الوطني في نادي السالمية، شكلوا ثنائيات مع بعضهم البعض، كان له حضور مميز أيضا، احترف في نادي الهلال السعودي ونجح بتفوق بتلك المرحلة، له قدرة على تسديد
مباراة 18 في ضربات الرأس، كان جاسويد الحقيقة من النجوم الذين لا يسقطون من الذاكرة. دعونا نتوقف في الكرة أهداف مع جاسم الهويدي. كبير في تشكيلة أي منتخب مصري، وهذا المنتخب الحالي ليس استثناء. هجوم من اليمين لمنتخب الكويت، كرة رأسية في المرمى، هدف مبكر برأس جاسم الهويدي، هدف أول وربما هو الأسرع في هذه البطولة بعد 4 دقائق من بداية المباراة. الهويدي ناحية بشار عبد الله، كرة سريعة ومعها أيضا عبد القادر الرفاعي، يحاول بشار والرفاعي وتطلع، ما زالت أيضا ما طلعت، حصلها مرة ثانية، تصل الهويدي، جول جاسم الهويدي، جاسم الهويدي يفتتح أول أهداف منتخب الكويت. يرفعها بدر، بدر إلى بشار، أستدرك بشار، صلحها وياك جمال مبارك، صلحها، أكثر من لاعب معك، يلعبها، يرفع جول جاسم الهويدي، جول بشار جاسم اليوم، وثلاث فرق أيضا خسرانة وتلعب الكرة لجاسم الهويدي، جول جول جول، خمسة خمسة خمسة، جاسم خلاص خلاص الآن 5-2، جاسم الهويدي لا والله سجل تاريخ، دش التاريخ جاسم، دش التاريخ جاسم الهويدي، دش التاريخ من أوسع أبوابه. الخضر يتقدم مع جاسم الهويدي، حلوة إلى فواز، فواز إلى جاسم على طول، إلى جاسم والجول، الزاوية الثانية يا جاسم، أنت اللي اخترتها مو أنا الزاوية، أنت اللي اخترت الزاوية، جول، حلو يا فواز، حلو يا جاسم. وعصا وبشار وعصام، تلعب إلى عصام، عصام يصلحها إلى جاسم، روح يبا أنت الكاس لك هداف البطولة. روح يا جاسم انت هداف البطولة، حلوة يا عصام، خمسة، فتصل الى بدر، حلوة ملعوبة مع جاسم، حلوة لجاسم، جاسم بروح قلبي قلبي، الله الله بروح قلبي بالثالثي، الله 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 الله، يا كرة مغفولة بين بدر وجاسم، افرح قلبي خاشها للاخير، والشيخ احمد الفهد بالصورة، جول علي فلاح يعليها، وسمير طالع من مرمى ويشيلها، وجبريل، الله الله، جول جول الهويدي، جول الهويدي، كرة حلوة منقولة، وهدف للسالمية في الدقيقة 16، في الدقيقة 16، سمير ياخذ انذار، سمير ياخذ انذار، انذار طبعا، شوفه بالبطيء، شوف اللعبة وانشالت وتهيأت، شوف تضرب الغام وتهيأ إلى جاسم الهويدي يسجل منها في الدقيقة 16، وأيضا يحاول صالح ويقطعها وليد البريشي من الحمر، وليد إلى صالح، عرضية ناحية الشمال، صالح البريشي يلعبها، خطرة، جول حلو، جول حلو في بداية الشوط الثاني، أول دقيقة، أول دقيقة، جاسم الهويدي يفتتح أهداف السالمية. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، عرضنا مجموعة من الأهداف، لكن الخير في قبال مثل ما نحكي، دائما في أهداف جميلة قادمة بإذن الله تعالى، إن شاء الله نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.